ينضم إلينا من العاصمة الهندية نيودلهي سانجاي كومار الباحث في الشؤون الأسيوية. أهلا بك ومرحبا معنا سيد سانجاي. كيف يبدو المشهد السياسي الآن في الهند في هذه المرحلة التي ينظر بأنها مرحلة هامة؟ Yes, this is هناك الكثير من العمليات التي تدعم العمليات الديمقراطية والحياة الديمقراطية في الهند، ونتائج هذه الانتخابات العامة أمرا غير مسبوق. لقد كان رئيس الوزراء الهندي أصبح لديه واضحا تماما ورؤية واضحة تماما أن هناك كثير من الأمور المتعلقة بالميثاق الوطني، وهناك الكثير من الدعم لكثير من الأحزاب وأيضا الاهتمام بالأقليات، والعملية لا زالت مستمرة، ولكن كل الدلالات تظهر أن الحزب الحاكم لن يحصل على الأغلبية هذه المرة. الأمر سوف يعتمد على أحزاب المعارضة وما هو الأداء المتوقع من الحكومة، لأن كل الأحزاب المختلفة لديها كثير من الأجندات، ولكن هناك وحدة وتضامن بين عدد من الأحزاب. فبعد هذه الانتخابات فإن السيد مودي سوف يتخذ بعض الخطوات سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي، وهناك تهميش للسيد مودي بسبب هذه النتائج، لأن أيضا حزبه قد رفض على مدار الفترة الماضية، وكان هناك الكثير من الحالات المختلفة التي تؤدي إلى هذه النتائج، كما رأينا بعض العلاقات والتوترات أيضا على المستوى السياسي أو غيرها. ولكن حزب البي جي بي تم رفضه تماما، فبالتالي حزب البي جي بي في هذا اليوم يواجه أزمة غير مسبوقة على مدار العشرة أعوام من حكمه الماضية. وحتى السيد مودي وإذا استطاع أن يكون رئيس وزراء الهند مرة أخرى لن يكون له نفس القدرة على نفس الأداء، ولن يكون له نفس الحال الذي استمتع به على مدار العشرة أعوام الماضية. الآن أصبح الوقت حاسما للسيد مودي، أصبح هناك الكثير من اللحظات السياسية الهشة واللحظات الدقيقة التي نواجهها هنا في الهند على المستوى السياسي، حيث أن الهند بدأت في رفض الحزب الحاكم الحالي، ذلك بسبب عمليات الاستقطاب، وكان هناك سياسات معادية للإسلام ومعادية أيضا للأقليات، وكثير من الأغلبية لن تدعم الحزب الحاكم الحالي القائم بالأعمال الآن. ولكن هذه الانتخابات سوف تشهد لحظات حاسمة، الهند تواجه لحظات غير مسبوقة، وأيضا تواجه أزمات كبيرة فيما يتعلق بالتضخم وعدم المساواة والبطالة في هذا الشأن. فإن السيد مودي فشل في تقديم الإصلاحات اللازمة والمتوقعة. طيب سيد سانجاي، الماضية من خلال حديثك أفهم بأن هذه الانتخابات تسودها أجواء يمكن أن يقال بأنها أجواء سلبية، هناك قضايا هامة كما ذكرت وعلى رأسها الاقتصاد، بكيف تنظر إلى هذه القضايا؟ ما أهم هذه القضايا التي يقاتل الآن السياسيون من أجلها؟ هذه الانتخابات تشاهد كثير من اللحظات الحاسمة سواء في القطاع الاقتصادي وأيضا في المجال الدستوري. هناك حاجات لمعالجة القضايا الرئيسية مثل الفقر والبطالة. هناك الكثير من التحديات بالطبع والتي تواجهها الحكومة والحكومة الجديدة التي سوف تتولى قيادة البلاد. كل الأمور تشير إلى أن حزب السيد مودي قد فشل في كثير وأخفق في كثير من تحقيق الأهداف، وأيضا خسر الكثير من الأغلبية، ولكن أيضا الأمر يتعلق بالتصرفات من جانب الحكومة. أعتقد أن هناك الكثير من الفرص للإصلاح من خلال انتهاج منهجيات مختلفة سواء من الحزب الحاكم الحالي أو الجديد، ولكن لم تظهر حتى الآن أي من هذه الدلالات. الاقتصاد الهند ربما يكون هو المجال الأكثر اهتماما وتركيزا الآن، ونحن نعول بشكل كبير على الحكومة الجديدة سواء كان الحزب الحالي أو الحزب الجديد الذي
يتولى الحكومة وإدارتها أن يعطي المزيد من الزخم والدعم للقضايا ذات المحل الاهتمام الأكبر. شكرا جزيلا لك سيد سانغاي كومار الباحث في الشؤون الأسيوية، كنت معنا من نيودلهي، وأعتذر عن المقاطعة لضيق الوقت، شكرا لك.